السلام عليكم بنات، السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه وعواشركم مبروكه، ان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر هذا بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. اللي مريض الله يشافيه، واللي عنده صحيحته الله يخليها ليه. وشوفوا معايا بعدا شنو هزه، تقولوا لي علاش هزه هادو هذا. دابا نطيحهم ونهرسهم. اليوم الجمعه، وكيف ما عارفين اليوم الجمعه تيكون مشتريات ديال بيم، تيجيبوا هكا هميزات، وهذه هي الهميزه اللي تقديت من عندهم، وباقي واحد المشتريات واحده اخرى غادي نشاركها معكم من دابا شويه. اول حاجه البنات بغيت نشارك معكم هادو، غير هادو بالنسبه للبيم ديال عين عتيق، بلا ما تقلبوا عليهم، خرجوهم في اخر لحظه، يعني حتى يعني راه دازت واحد الوقيته عاد خرجوهم، وكانوا منهم غير جوج، غير واحدهم هزيت انا واحد وصاحبتي هزات واحد، هما علاش مشيت وليت مقديه وحدين اخرين، ولكن داكشي البنات غزال. ها انتم غادي نوريكم غير هادو، شوفوا لي بعد الخدمه ديالهم، خدمه راه غزاله، شفتوا معايا خدمه متقونه، هادشي اللي عجبني فيهم. بالنسبه للثمن ديال هاد الثلاثه هادو راه 200 درهم، 200 درهم البنات. انا راه مشيت يعني غير هزيت في بسطامي وصافي، الحمد لله بعد الفلوس كفاوني. ها انتم غادي نوريكم بوحده بوحده، هذه هي الصغيره ديالها، شفتوا معايا كي تجي الصغيره، نقاد غير الضو، هذه هي الصغيره تجي زوين. يعجبني فيهم البنات ها نتوما، الخدمه متقونه، الخدمه عندهم متقونه. نزومير على هذه، شفتوا معايا الخدمه ديالهم، خدمتهم متقونه وفيها ثلاثه، شوفوا لي الرجيلات، شفتوا داكشي غزال. هذه هي الصغيره ديالهم، هذه هي الصغيره فيها المرايه، هذه متوسطه، ها هو الحجم ديالهم، ها باش تشوفوا الحجم، هذه هي متوسطه، شوفوا لي حتى هي، هي ديال متوسطه. والكبيره ديالهم يعني راه ما شاء الله تهز لكم كيكه كبيره. ها نتوما هذه هي الكبيره فيها المرايا، هانتوما يعني شكيلة البنات يستحقوا. خديت بلاطو اخر، هو الاول خديت، يعني هو الاول كيف ما تنقولوا طرت به. هاي الزواقه ديالو، شفتوا معايا الزواقه، زواقه مختلفه على الزواقه الاخرى، غير التذكير هذا بيم ديال الخدمه ديالو، خدمه اللي غزاله، خدمه متقونه. هذا تيجي هكا حجم بيضاوي هكا على الشكل هذا اوفال، شفتوا تيجي زوين. هذا داير 90 درهم، يعني غنعطيكم هكا الاثمنه. خديت هذا، شوفوا لي شوفوا لي البنات، هذا تقريبا الشكل ديال البلاطويات اللي دايرين، شوفوا لي غزال هذا، هذا عجبني حتى هو الشكل ديالو، كنت ترددت باش ناخذو، هما دايرينو على حساب لي سيرفيت، ولكن راه ممكن تستعملوه لحاجه اخرى، قلت واخده واخده، احسن حاجه انني ناخذ لونسومبل كامل حتى هو فيه المرايه ورجيلات على هذا الشكل هذا، شفتوا فيه هنا واحد الباكيون، شكل لي زوين بصراحه عجبني. هذا ما عقلتش الصراحه على الثمن ديالو، تنشوف الساكي ونشوف لكم الثمن بلاتي. هاي الورقه البنات، ولكن ما عرفتش الصراحه هذا الثمن ديالو شحال، يا اما بالنسبه لهاد البلاطو اوفال هذا اللي على هذا الشكل هذا، هذا خديتوه البنات ب 89، هاي الورقه 89.90. بالنسبه لهادو لي ثلاثه خديتو ب 199 درهم، هادو لي فيهم ثلاثه. بالنسبه لهذا لان كاينين جوج، خديت هذا وخديت هذا البنات، انا نوريكم بعد الشكل ديال هذا. ها نتوما هذا توا ديال بابي، تيجي هو هذا، هذا فيه جوج الوان، فيه هذا اللون هذا الفضي وفيه الذهبي، شوفوا لي شفتوا كي تيجي توا راه غزال. ها نتوما انا عجبني الذهبي ديالو، ولكن ما يمكنش ناخذ بوحدو ذهبي وكلشي فضي، قلت اللهم ناخذ لونسومبل كامل بنفس اللون. شفتوا الزواقه راه متقونه، باش تعجبني الخدمه الزواقه متقونه فيهم. هذا يمكن 49.90 او لا 44.90، المهم هذا واحد ب 49.90 والاخر ب 44.90، غالبا هذا يمكن ب 50 وهذا ب 45 على ما اظن، هذا هو الثمن ديالهم. واخر حاجه اللي خديت هي هذه،
دايره 24.90، حتى هي عجباتني بصراحه البنات. هذه ديال الشمع، ديال الشمع، تتجي الشكل ديالها هكا، شفتوا معايا، تيجي هو هذا الشكل ديالها، غزاله. وفيها باش عجبتني فيها الند، انا عندي مشكله ديال الند ما تلقاش فين نحطو. وتا هذه ديال الشميعات تتجي داكشي غزال، خصوصا البنات بالنسبه للصالون. انا راه درت صنادقات، درت صنادق فيهم 70 في الجناب، يعني نحطها كديكورات. المهم بالنسبه للدويره ان شاء الله غادي نشاركها معكم. نتمنى هاد المشتريات هادو، البنات هادو هما المشتريات اللي شاركت معكم دابا، نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. ها هما يعني قلبت لكم دابا باش تشوفوا التصويره وتشوفوا داكشي عن قرب. هذا البلاطو الاوفال داير 89.90، هذا البلاطو هذا ديال لي سيرفييت داير على ما اظن 49.90، وهذا ديال لي سيرفييت هو ديال البابيي، ها هو الشكل ديالو، داير شحال داير على ما اظن 49 اولا 44، المهم 44 ولا 49. وهاد الثلاثه هادو اللي ما عندي ما نقول فيهم، غزالين، دايرين 199 درهم، يعني 4000 ريال. وهادو ديال حامله الشموع، تيجيو هذا الشكل ديالها، دايره 24.90 درهم. وتيكون وصلنا النهايه ديال الفيديو، نتمنى هاد المشتريات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم. نخليكم الى فيديو لاحق باذن الله، ما تنساوش البنات اللايكات البارطاج ديال الفيديو، نخليكم الى فيديو لاحق باذن الله. بالسلامه عليكم.